لم تتوقف جرائم اغتيال الناشطين والمتظاهرين في العراق على مدى أشهر عشر مضت. كان المستهدف جلياً، حناجر الأحرار التي صدحت بانعتاق العراق من سطوة الميليشيات والأحزاب الطائفية واستعادة البلاد سيادتها. بمسدس كاتم للصوت أنها بضعة عناصر تابعين للميليشيات، حياة الناشط في تظاهرات ميسان أمجدد هامات، ليس لشيء بل لأنه يريد واقعا آخر غير الذي فرضه الاحتلال منذ 17 عاما، بعيدا عن الفساد والمحسوبية. الناس مظلومة، لا كهرباء، لا ماء، لا خدمات جيدة زينة، فقامت تطلع هاي المظاهرات لأنه الخدمات شحيحة على الوادم، الناس مو مثل ذاك شو اسمه الخدمات الجيدة، فطلعت مظاهرات لهاي الأسباب، ولا زالت مستمرة الحقيقة المظاهرات، لا زالت. حالته الميسورة لم تمنعه من الخروج للتظاهر من أجل المطالبة بحقوق العراقيين المسلوبة، قبل أن تطال رصاصة غدر أمجد لدهامات، بعد أن استشعر الفاسدون في السلطة والميليشيات خطره وتأثيره في تعزيز زخم التظاهرات في مدينة العمارة. شفت والدي، هو من عائلة ميسورة كلها تربوية، لكن أشوفه يطالب بحقه، يطلع مظاهرات مثل ما ذكر عمي بداية التظاهرات 2011 2014 2018 2016، انا اشوفه يطلع بالتظاهرات، هو ما محتاج الصراحه، لان مثل ما ذكروا اصدقائه وعمامي كان هو عنده منصب بالمحافظه وبمجلس المحافظه، لكن طلع يطالب بحقوق الناس المحتاجه، يطالب بحقوق العالم. نريد القبض على قتلة أمجد ورفاقه من المتظاهرين، هذا حال ذوي أمجد الغارقين بالحزن على فراق ابنهم، بينما حرموا أيضا من حقوقهم المشروعة بإنجاز معاملة تقاعده. إحنا مطلبنا الرئيسي هو القبض على القتلة، لحد الآن من شهر 11 2015 وحد الآن ما وصلنا لأي خيط بهاي العملية، لا لزمه مشتبه لا جهة، مجرد ضد مجهول ولحد الآن. أما كحقوق فولحد الآن كمدرس معاملة التقاعدي لحد الآن بالوزارة، وزارة التربية ما كاملة لحد الآن، راتب التقاعدي لحد الآن ما استلمه. هو الغموض إذن لا يزال يلف ملف استهداف الناشطين والمتظاهرين في العراق، هذا بالنسبة للحكومة فقط، بينما يؤكد الناشطون وتقارير حقوقية أن قتلة المتظاهرين معروفين جيدا بالنسبة للحكومة التي اكتفت بالتصريحات والتسويف الإعلامي على حساب دماء شهداء ثورة تشرين.